تحت شعار مننزع لغم ومنزرع شجرة، وضمن برنامج بلوم ماستر كارد عطاء، نظم بنك لبنان والمهجر بالتعاون مع الجيش اللبناني زيارة إلى سوق الغرب، حيث تم غرس 500 شجرة صنوبر و100 شجرة زيتون في حقل تم تنظيفه من الألغام، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة ومدير عام المصرف السيد سعد أزهري، العميد رفعت شكر من الجيش اللبناني وممثل من شركة ماستر كارد ورئيس بلدية سوق الغرب. وأكد الحاضرون على أهمية المبادرة الوطنية التي أطلقها بنك لبنان والمهجر مع الجيش اللبناني. موضوع الإشارة الحقيقة موضوع يعود إلى 1993، كانت بالدارج المصلبية بقلب أميون يصير عليها حوادث كثيرة، وطبعا ما كانت البلديات عم بتقوم بدورة نظرا للانحلال وللي حصل بالأحداث اللبنانية. فالحقيقة أخذت الموضوع أنا بعين الاعتبار وطلعت فيه الى اي مقام الكورة، كان يومها رياض رفاعي، وحكيت معه بالفكرة، شجع وعملنا لجنة من 3 اشخاص، برمنا على المؤسسات وجمعنا الكمية الكافية لبناء الاشارة، بنيت الاشارة واشتغلت من هذيك الوقت، وربما تكون أول إشارة في لبنان اشتغلت بعد الأحداث اللبنانية. أول إشارة حطت بالدورة وحطتها بلدية أميون، وقدمها جورج معيني، هو اللي عمل الهيكل تبعها وضبطها، دكتور بيشتغل بالجامعة بيعلم بالجامعة، وهذا كل شيء بعرف عنه. بس عن يصير عروض سائر كبير لأنه بيلاوروا بنص الطرق.